عندما تترسخ علاقتك بإفريقيا ستسمع كثيراً كلمة الخلوة في سياق الإعجاب والمديح والتفاخر بأن أحدهم من خريجيها. إنها لا تعني الاختلاء والعزلة الصوفية، بل تعني كما شاهدتها وجربتها في رحلاتي الإفريقية شيئاً آخر. إنها تلك المؤسسة العلمية القرآنية في الصحارى والجبال والغابات، مبنية على البساطة والإمكانات المتاحة والطراز المعماري المحلي. كانت تعلم الصغار والكبار والذكور والإناث كتاب الله وأصول الدين وفرائض الشريعة ومقدمات اللغة. هي محاضن تربوية ينقطع إليها الطالب، تظل هناك سنين طويلة في انقطاع للتعليم، تنام وتشرب وتتعلم في مواقيت مختلفة من الليالي والأسحار والضحويات والأصائل حتى تتخرج، فتصبح داعية أو تنخرط في الحياة بقيم واضحة. خلاوة تنفق عليها الأوقاف الشعبية والتبرعات المحلية والمساعدات النثرية وأعمال طلابها في مواسم الزراعة المطرية وفي الرعي، وربما تلقت بعض الدعم الرسمي. ابتكر هذه الفكرة رجل يماني قدم إلى بلاد النوبة بعد زوال الدولة المسيحية، وشرع في تعليم المسلمين الجدد ما يحتاجونه، وأرسل كثيرين منهم إلى بقاع الأرض المحيطة لينشروا العلم والدين. إنه غلام الله بن عائد اليماني وذريته. لم يكن انتشار الإسلام في ديار النوبة في القرن الثامن الهجري بعد حكم عبد الله برشمبو الملك النوبي المسلم وما جرى من أحداث أدت إلى نهاية المسيحية في مملكة المقرة مؤشراً على ثبات الإسلام هناك، فقد دخل من بوابة السياسة والقبيلة ولم يترسخ في القلب. وكان انتشار الدعوة الإسلامية قبل قيام الممالك الإسلامية في حوض النيل الجنوبي وفي مناطق النوبة، كان هذا الانتشار اسمياً في كثير من مظاهره، فقد اهتم الرواد الأوائل من المسلمين وجلهم من التجار والبدو، وهم ممن تنقصهم المعرفة الدقيقة بالشريعة الإسلامية، بكسب المسيحيين والوثنيين كانوا يركزون على ماذا؟ على السمات العامة للعقيدة دون الدخول في التفاصيل. أخذ هذا الشيخ غلام الله الوافد من الضفة الأخرى للبحر يعمر المساجد وينشئ المدارس ويعلم القرآن وينشر التصوف أيضا، بحيث أرخ به بعضهم بداية انتشار الصوفية في السودان بشكل واضح، وتحديدا في القرن الرابع عشر مع وصول الشيخ غلام الله بن عائد اليماني إلى دنقلة في شمال السودان. فلنذهب معا لرؤية المواضع التي ارتبطت به. لقد كان من المثير أن نجد عالما يقطع البحر من الحجاز ثم جبال البحر الأحمر وصحارى السودان الشرقية ليستقر إلى مدينة على النيل ويقرر البقاء فيها للمساهمة في نشر تعاليم الإسلام بعد أن هاله ما رآه من أهلها من جهل وحيرة لانعدام العلماء والدعاة. ولد غلام الله ببلدة اللحية على مسافة 110 كيلومتر إلى الشمال من مدينة الحديدة بالقرب من الحدود السعودية اليمنية اليوم، وهي ميناء صغير على ساحل البحر الأحمر في اليمن في نهاية وادي مور، أحد أكبر أودية تهامة، وكانت محطة تجارية مشهورة بصيد السمك واستخراج اللؤلؤ من خلجانها الرملية الجميلة، كما ازدهرت كميناء تجاري صغير. ويقابلها في الضفة الأخرى عدد من الجزر التي ترى بالعين المجردة. أسس هذه المدينة جد غلام الله أحمد بن عمر الزيلعي العقيلي الهاشمي، وكان من الأولياء المشهورين في ذلك الزمان، ويسمونه صاحب اللحية والمحمول. وبعد وفاته سنة 704 للهجرة سكنها أبناؤه من بعده وما يزالون أئمة فيها، ثم انتقل إلى الضفة الأخرى إلى زيلع
ذلك الميناء الساحلي الصومالي الكبير، واستقر غلام الله بن عائد في دنقلة العجوز، وهي اليوم مدينة سودانية تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل في الولاية الشمالية بالسودان. كانت هذه المدينة عاصمة لمملكة المقرة المسيحية سابقا. دعونا هنا نصف لكم المشهد العام الذي سبق وصول هذا الرجل إلى مدينة دنقلة حيث استقر. لقد كان مجتمع السودان الشمالي يعاني من فراغ روحي كبير بسبب إهمال الكنيسة القبطية لرعاياها في السودان وامتناعها عن إرسال الأساقفة إلى هذا البلد فوق الهزائم المتلاحقة التي أصابت ملوكها وكنيستها، فأهملت الكنائس النوبية وهجرت. وبما أن دنقلة العجوز من أهم الحواضر النوبية بل هي عاصمة ملكهم مدة ليست بالقصيرة، وقد انحسرت المسيحية فيها مع التحول المتدرج السريع للإسلام ولحاجة سكانها الماسة لمن يعلمهم أمور دينهم الجديد، وأنها كذلك بدأت بالبروز كمركز إسلامي واعد لنشر الإسلام، فقد أغرى هذا كله ذلك الفقيه اليماني بالرحيل إلى تلك الديار البعيدة الغريبة. وأغراه بذلك في بعض الحكايات الشفوية بعض ملوك البديرية والشايقية من القبائل العربية في شمالي السودان فيما يقولون، حين كانوا في طريق عودتهم من الحج فطلبوا من غلام الله السفر معهم عبر البحر إلى جزيرة سواكن ثم الذهاب إلى مناطقهم على النيل لتدريس علوم القرآن وتعليم الناس أمور دينهم. فقد ارتحل غلام الله إلى دنقلة عام 1449 ميلادية، ووجد الناس كما قال في حالة تيه وضلال، إذ كانت المرأة تطلق صباحا وتعود إلى زوجها مساء. وعند وصوله ابتدأت أول تجربة تصوف في السودان، تلك التي أرساها الشيخ غلام الله بن عائد الركابي اليماني التي يمكن وصفها بتجربة التصوف الفطري العامي. وقد سبقت قيام مملكة الفونج الإسلامية أو السلطنة الزرقاء في سنار بالتحالف مع قبائل عبد الله بالعربية بزعامة عمارة دونغوس وعبد الله جماع. كان الشيخ غلام الله رائد المدارس الدينية الشعبية في السودان، وينسب له ابتكار الخلاوة ومراكز تحفيظ القرآن التي انتشرت بعد ذلك في عموم شمال السودان ووسطه وشرقه وغربه أيضا. هنا دعوني أتعرف عليه أكثر معكم. لقد اشتهر أحمد بن أبي الفتوح بن عبد المعبود بلقب غلام الله بن عائد الركابي، وقد أثار لقب غلام الله جدلا بين الناس لغرابته وجدته في الأسماء والألقاب المعلومة الموجودة لدى المجتمعات المسلمة. هناك رواية ساذجة ترجع هذا اللقب لحادثة وقعت في طفولة غلام الله عندما كان صغيرا، إذ اشتعلت النار في منزلهم فهرعت أمه لإنقاذه فمنعها والده وقال لو كان ولدي لا تأكله النار. وبعد أن انطفأت النار وجدوه سليما يلعب دون أن تمسه سوى أثر الدخان على ملابسه، فأطلق عليه اسم غلام الله كأنه ابن الله والغلام، وأيضا أطلق عليه اسم الغلام المجمر نسبة إلى جمر النار الذي لم يمسه. وغلام الله تركيب تحببي يعني عبد الله القريب من الله، كما يسمى العبد غلاما عند سيده. والملاحظ أن هذه الرواية صدى لقصة سيدنا إبراهيم وحتى اسم الغلام وكأنه خليل الله، وربما تم نسج هذه القصة لإضفاء هالة من القدسية والمكانة الدينية الرفيعة، لأن هذا المجتمع كان يتقبل مثل هذه الروايات المتعلقة بالأولياء ويجعلها من قبيل الكرامات. أما لقب عائد فقد أطلق على والده عقب عودته من الحجاز إلى اليمن، ولقب بعائد نسبة لعودته من أرض الجدود في الحجاز لأنهم أشراف عقيليون هاشميون. أما ركاب فيعتقد أن أصله كلمة نوبية وهي أركبجي،
وتعني القول، ثم حرفت لدى الناطقين بغير اللغة النوبية إلى ركاب لسهولة نطقها. ومعلوم أن هذا اللقب من الألقاب والمصطلحات الصوفية التي تطلق على الشيوخ للإشارة إلى مكانتهم الدينية ومرتبتهم الروحية. ولعل هذا الرأي فيه الكثير من الوجاهة، لأنه ليس من المعقول أن ينسب إلى ابنه كما جاء في بعض الآراء التي ترجع هذا اللقب إلى أحد أبناء غلام الله بن عائد وهو ركاب، فانتسب إليه غلام الله ومن بعده أبناءه فعرفوا باسم الركابية. هناك رواية أخرى تزعم أن غلام الله عندما استقر بمدينة سواكن على ساحل البحر تزوج من عرب جهينة، وهي بنت ركاب الجهيني أو الجهني، ولكن من المستبعد جدا أن ينسب غلام الله إلى والد زوجته التي أنجب منها طبعا بعد ذلك ابناه ركاب ورباط التي منها نسبة الرباطة. إن أقرب نسب للصحة للشيخ أحمد هو أحمد غلام الله ابن أبي الفتح عائد ابن عبد المعبود ابن إبراهيم المقبول ابن أبي العباس أحمد بن عمر الزيلعي، وينتهي نسبه في العرب إلى البيت الطالبي الهاشمي. هنا دعوني أتوقف قليلا معكم للحديث عن بدايات هذا الرجل. تعلم غلام الله في دارة جده في ميناء اللحية، وقرأ القرآن وحفظه قبل أن يرتحل مع أبيه إلى زيلع بين الصومال وجيبوتي عام 1440 ميلادي، وهي ديار أخرى لجده وله فيها أملاك وأهل، ومكث في جزيرة اسمها ساق الدين مقابلة لبر زيلع أو جزيرة أخرى بجوارها، أقام فيها نحو 4 سنوات يطور فيها معارفه ويزيد تحصيله. وكانت المنطقة تحت ولاية سلطنة إيفات الإسلامية قبل أن تتعرض المدينة لهجوم حبشي أدى إلى إحراقها وتدميرها، ونجا غلام الله ووالده من الموت ففروا شمالا إلى مدينة سواكن شرقي السودان، وأنشأ في سواكن أول خلوة لتحفيظ القرآن الكريم، ودرسه مستفيدا من فكرة الخلاوة والأربطة التي نشأ فيها في اليمن وزيلع، ويقال إنها أول خلوة في السودان. وهناك مات والده عائد، ومن المرجح أن الشيخ غلام الله غادر سواكن نحو مدينة دنقلة، أي أنه تنقل من الساحل في البحر إلى النيل في النهر، سالكا طريق القوافل والحجيج عبر الصحراء الشرقية إلى مدينة كرمة على النيل، ومنها اتجه جنوبا عبر النيل بالمراكب الشراعية حتى مدينة دنقلة العجوز. وبعد وصوله إلى دنقلة أقام فيها أولى خلاويه لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علوم الدين، وكان لها دور مفصلي في تاريخ التعليم الديني في السودان. كان ذلك في النصف الثاني من القرن 15 الميلادي، ولا يعلم السبب المباشر لهذه الرحلة، فهل كانت بسبب لقاء قديم مع عدد من ملوك الشايقية والبديرية في الحج كما ذكرنا سابقا، أو أن الأخبار عن المدينة كانت تأتيه من التجار وأرباب القوافل والحجاج عن حاجة تلك المناطق للدعاء؟ لقد كان معه في رحلته إلى دنقلة عائلته الصغيرة المكونة من ابنه رباط أو رباط وابنه ركاب وابنته عائدة، ويقال إنه تزوج امرأة دنقلاوية في سواكن وولد منها هؤلاء، أو أنه تزوجها عند وصوله إلى دنقلة، وقيل إن زوجته بديرية تسكن قريبا من دنقلة جنوبا، كل هذه أقوال. وقد تزوج أحفاده من بنات ملوك دنقلة النوبة، مما زاد من نفوذهم بهذه المصاهرات التي انتسب لها قبائل كبرى في شرق السودان ووسطه وشماله كالرباطاب والركابية. هنا سأتحدث قليلا عن إنجازات ابن عائد عند استقراره بهذه المدينة دنقلة. بعد استقرار غلام الله في دنقلة عمل على تأسيس خلوته الشهيرة والتي تعد من أوائل الخلاوة في السودان، وما زالت آثارها وبقايا أساسات المبنى موجودة إلى يومنا هذا، وتقع في منخفض إلى الشرق من المبنى الملكي البارز في دنقلة العجوز
حيث الكنيسة ومسجد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. أقام الشيخ خلوته ووفر فيها الإمكانيات اللازمة من الأدوات كالألواح والأحبار المتخذة من بواقي الدهن أسفل القدور الممزوج بالصمغ العربي المسحون، ووفر لهم السكن الجماعي المفتوح في بيوت طينية أو عرائش تحت النخيل، وكان فيها المطبخ العام والقدور الكبيرة. وجد غلام الله مساندة من شيوخ المنطقة من البديرية، وخاصة من الشيخ عيسى بن صالح الذي يعتبر ابنه محمد الملقب بسوار الذهب، والذي صار شيخا مرشدا من أوائل من حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ غلام الله بن عائد. وتزعم بعض الروايات أن خلافا وقع بين الشيخ غلام الله وتلميذه، أو قل تنافسا، بعد أن ذاع صيت سوار الذهب، فأراد غلام الله إبعاده عن دنقلة، فشكاه إلى ملك دنقلة آنذاك الملك حسن كشكش. فنفى الشيخ سوار الذهب إلى جزيرة بدين القريبة شمالا، وعندما تعرضت المنطقة إلى المجاعة طلب السكان من الملك إرجاع الشيخ سوار الذهب لاعتقادهم في كرامته، فعفى عنه غلام الله وزوجه إحدى بناته. وبعد استقراره في دنقلة أنشأ خلوة للتعليم الديني جمع فيها بين العلوم الدينية والفقهية والتصوف، وذلك للميل الفطري لسكان المنطقة بالتصوف لبساطة منهجه واعتماده على التلقين واستعمال الطبول في الذكر. وصار هو ومن بعده من الأبناء والأحفاد أعمدة التعليم الديني في مدينة دنقلة. ويبدو أن هذه الحادثة إن صحت جعلت غلام الله وأحفاده من بعده ينقلون نشاطهم جنوبا من مدينة دنقلة، ومع مرور الزمن طويت هذه الصفحة وازدادت مصاهرات البديرية وعائلة سوار الذهب في دنقلة أحد فروعهم مع غلام الله وذريته. ومن المشهور أن رواية الدوري عن أبي عمرو البصري القارئ الشهير قد انتشرت في السودان بإسناد الشيخ محمد عيسى سوار الذهب الذي تلقاها عن الشيخ غلام الله ابن عائد. لقد انتشرت خلاوي أحفاد الشيخ غلام الله ابن عائد المشهورين بالركابية في أجزاء واسعة من السودان، وإن تركزت بصورة واضحة في جنوبي مدينة دنقلة عند منحنى النيل، حيث نجد الشيخ والدليب في دبة الفقرة قرب ملتقى النيل والصحراء، وخلوة الشيخ حبيب وأبنائه وأحفاده وتلاميذه من بعده بمنطقة قشابي والعفاض وغيرها من القرى في المنطقة. والملاحظ أن التلاميذ والمريدين يبنون قباباً مخروطية خضراء عند مدافن هؤلاء الشيوخ كمزارات، وهي منتشرة في الكثير من المناطق إلى هذا اليوم، وأشهرها قبة سليم حفيد الشيخ غلام الله بأرض المحس بالضفة الغربية للنيل قبالة الصواردة. وتقول الروايات إن رباط ابن غلام الله سكن في منطقة الصواردة بأرض المحس النوبة وكان مجذوباً، فزوجه الصواردة أمة لهم، فولد منها ابن الشيخ سليم الذي عاش ودفن هناك. وفي العموم فقد تحولت دنقلة إلى مركز إشعاع ديني اتجه جنوباً مع النيل وانداح إلى الشرق في ممالك البجا وإلى الغرب ناحية كردفان ثم دارفور، ويبدو أنها وصلت لأبعد من ذلك. لقد كانت دعوة الشيخ غلام الله مؤثرة جداً في مناطق النيل الشمالية وسط شعوب النوبة وجيرانهم العرب، واستقطبت دنقلة عدداً كبيراً من الطلاب الذين هبوا لتلقي العلم عن الشيخ الشريف والتبرك بلقائه والإفادة منه. وكانت أحاديثه وأخباره تصل الناس عبر طرق القوافل في درب الأربعين الذي يقطع المسافة من الفاشر في دارفور إلى جنوبي مصر في ديراو كل عام ويمر بدنقلة، فكثر تلاميذه الذين تولوا في الوقت نفسه مهمة تعليم الناس ومتابعة تحصيلهم. وعند عودة هؤلاء الطلاب إلى قبائلهم في القرى النيلية المستقرة
أو قبائلهم الرحل، كانوا يعودون سادة مميزين ذوي تأثير كبير جداً في محلاتهم ومناطقهم، وكان أكثر ما يفعلونه هو إنشاء الخلاوة الكبيرة. وقد مهد هذا التعليم الديني الأفقي الشعبي في زيادة تدين الناس وحبهم للإسلام والاقتراب من تعاليمه، مما سهل مهمة الوحدة بين القبائل العربية التي اجتمعت على يد الشيخ القواسمة عبد الله جماع، والذين سموا بعد ذلك بالعبدالله نسبة له، وبين قبائل الفونج في سنار على النيل الأزرق جنوباً الذين توحدوا على قيادة واحدة بزعامة عمارة دونغوس وأسسوا السلطنة الزرقاء أو مملكة الفونج أو مملكة سنار، والتي دامت نحو 3 قرون. عندما استقر غلام الله في دونغولا اتخذ منها مركزاً لبث دعوته ونشاطه العلمي والروحي، ثم دخل هذا النشاط مرحلة كبرى بظهور أحفاده المشهورين بأولاد جابر الذين أرسوا قاعدة رسالتهم في دار الشايقية، وقد كان لهذه العائلة دور كبير في بسط تعاليم الدين الإسلامي في السودان في ظل المملكة السنارية. ويمكن برؤية تقريبية توضيح أثر هذه العائلة ودورها في نشر حركة الثقافة الإسلامية في السودان، فقد منحت ذرية غلام الله بن عائد بلاد النيل طائفة من الدعاء الجوالين الذين استقروا في جغرافيات واسعة. ومن أشهر رواد هذه العائلة السادة الركابية وآل إسماعيل الولي الأزهري في الأبيض في شمال كردفان، وآل الترابي والغبش، وآل الشيخ الجعلي وغيرهم. أما حفيده الشيخ عون فقد جاء بأولاد جابر الأربعة وهم إبراهيم وإسماعيل وعبد الرحمن وعبد الرحيم وأختهم فاطمة، وقد وصفوا بأنهم كالطبائع الأربعة، أعلمهم إبراهيم وأصلحهم عبد الرحمن وأورعهم إسماعيل وأعبدهم عبد الرحيم. وقد درس هؤلاء الإخوة الأربعة في الأزهر على مراحل مختلفة، ثم عادوا ليرعوا الحركة العلمية في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري، ويعتبر إبراهيم أول من درس مختصر خليل في فقه المالكية ببلاد الفونج، كما أسس إبراهيم مركزاً علمياً في جزيرة ترنج وهي إحدى جزر الشايقية في منطقة مروي بالقرب من كريمة ونوري والكاسنجر، وصار قبلة للطلاب، وتمثل غرسه في 40 تلميذاً أبرزهم أخوه عبد الرحمن بن جابر المؤسس الثاني لمدرسة أولاد جابر. وقد أنشأ 3 مراكز علمية، أي مساجد في دار الشايقية وكورتي والدفار، وكان يقضي في كل مسجد 4 أشهر يقوم بالتدريس فيه. ومن أشهر تلاميذه عبد الله بن دفع الله العركي الذي صاحبه 7 سنوات، وعاد مصحوباً بأربعة من تلاميذ مدرسة أولاد جابر ليؤسس مدرسة العركيين في منطقة الجزيرة. أما إسماعيل أورعهم فقد كان حريصاً على تطبيق دقائق فقه المال المغصوب، فكان لا يستعمل الماء الذي يجري في جداول سواق الشايقية لأنه كان يعتقد بأنه ماء محرم، لأن الشايقية درجوا على أخذ ثيران غيرهم بالقوة ثم يستخدمون تلك الثيران في سواقيهم. كان أولاد جابر يعطون إجازات علمية شهادات لمن يتخرجون في مدارسهم. وقد لخص الشيخ عبد الرحمن بن جابر أهداف التربية والتعليم في مملكة سنار الإسلامية في إجازته التي منحها لأحد تلامذته بعد أن أكمل تعليمه، حيث نصبه مربياً للمريدين وقدوةً للمستشهدين وملجأً للفقراء والمساكين. لقد أدت مدرسة أولاد جابر دورها في نشر التعليم الديني في ديار مملكة سنار الإسلامية التي كانت جماهيرها تعاني من الجهل والأمية وبقايا الوثنية، بل وصل بعض ذرية الشيخ وهو فضل الله بن سراج الدين إلى بني شنقول في غربي إثيوبيا وأسسوا خلاواهم هناك وأسهموا في نشر الإسلام خاصة في منطقة صوصة في هذه الأماكن.
توفي الشيخ غلام الله بمدينة دنقل العجوز، وله قبة ظاهرة تزار إلى اليوم، وتحدد بعض الروايات تاريخ وفاته بأنه كان في عام 1494 ميلادية. وما يزال ضريح الشيخ غلام الله بالقرب من مسجد عبد الله بن سعد بن أبي السرح بدنقلة، الذي يعد من أوائل المساجد في السودان. ما زال هذا الضريح يعلن نفسه داعية كبيرة، رسخ تعليم القرآن في الصحارى والغابات، ونشره عبر الخلاوة الشعبية المبتكرة، وكثير من هذه الخلاوة ما تزال قائمة إلى يومنا هذا. وفي أمان الله.